أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة من صنع بلادي. المهندس أحمد سمير البري، رئيس مجلس الإدارة والاستثاري بالمجلس الاقتصادي لمحافظ قنا، ماذا يعني إنشاء مصنع لدرفلة الحديد على أرض المنطقة الصناعية بقفط بمحافظة قنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نعلم أن الصعيد يعني كان لأكثر من 30 سنة أو 35 سنة لم يحالفه الحظ في أن تكون فيه صناعات ثقيلة، والحديد الحقيقة يعني بالذات هو من الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة من حيث الغاز الطبيعي والكهرباء والكلام ده كله. وطبعا من أجل يعني أن يكون هذا المصنع زي ده موجود، محتاج منطقة صناعية فيها غاز طبيعي، فيها كهرباء، فيها مرافق تسمح بوجود هذا الكلام. وطبعا الكلام ده ما كانش موجود في الصعيد كله، إلى أن ظهر يعني قانون الاستثمار الجديد في 2017، وبدأ يحدث في مصر قفزات كبيرة جدا في مجال الصناعة. الدولة بدأت تركز على الصعيد مينلي، وده بقى شفناه بالأرقام. يعني مثلا حضرتك لما تيجي تبص مثلا على منطقة صناعية زي اللي احنا فيها دي، المنطقة الصناعية دي نشأت في بدأت في 94، أول مصنع فيها اتعمل من 96، من 96 ل 2017 كان فيها 35 مصنع وحوالي 2000 يد عاملة. من 2018 لحد 2024 اجمالي عدد المصانع 101 ولا 105 مصنع من 35، فزياده تقريبا 200%. طيب العماله من 2000 يد عامله الى 6600 يد عامله، برضو زياده حوالي 180%. فالارقام هي اللي بتتحدث وهي اللي بتقول. نيجي بقى نقول بقى عشان يحدث ده، البنك الدولي ادى لمصر فلوس من اجل ان هي تعيد او ترفع طبعا من كفاءة بعض المرافق وتوجد مرافق. يعني المرافق تم احلالها بالكامل، في حاجات كانت موجودة وترفعت كفاءتها، في حاجات اصلا ما كانتش موجودة زي الغاز الطبيعي ووجدت. يعني المنطقة الصناعية دي مثلا كان فيها 4 ميجا، المنطقة الصناعية كلها 4 ميجا. طب 4 ميجا دول يعملوا ايه؟ دول ده ما يعني ما يعملوش حاجة خالص. ده انا مصنعي باسم البدء اند بدء، بنتكلم في البداية اول ستيج ليه 8 ميجا، يعني انا عايز كهرباء قد المنطقة الصناعية مرتين عشان تعمل مصنع واحد. فاللي عملته الدولة الفترة اللي فاتت في المناطق الصناعية جنرال عامة يعني، وبالذات هنا، لا انت بتتكلم الكهرباء اترفعت قدرتها، بقى في غاز، الصرف اتصرف، يعني بقى في صرف صناعي وصرف عادي، ودي في حد ذاتها طبعا شيء مهم جدا، لانه لما يختلط الصرف الطبيعي مع الصرف الصناعي ده مشكلة كبيرة جدا. شبكة الاتصالات بقى عندك النهاردة شبكة فايبر اوبتكس، يعني بتسمح لك بدل كابلات النحاس، كابلات الفايبر اوبتكس دي بتخلي سرعة الانترنت تكون عالية جدا، وبالتالي لو انت بتشتغل بـ ARP سيستم في المكان اللي انت فيه، ده كل ده بيفرق جدا في مدى حفظ الداتا وسرعة تداولها من قسم الى اخر. اتعمل كمان شبكة اطفاء للحريق، فلا في حوالي 1.5 حوالي مليار و500 مليون اتصرف. هم دول السبب بقى في ان احنا نلاقي تقدم في عدد المصانع 200%، تقدم في عدد العمالة 200%، وكان هو ده السبب الحقيقي. أحمد سمير البري، طيب فكرة مصنع درفلة الحديد على أي مرحلة من مراحل صناعة الحديد تقوم؟
طبعا لا، صناعة الحديد هي حاجة كبيرة جدا، بتبدأ بداية من الحجر الحديدي من الجبل، والحجر الحديدي ده بيتكسر وبعدين بيتعمل منه حاجة اسمها المكورات، والمكورات دي بتدخل على بروسيس تانية بتتعمل منها حاجة اسمها الحديد الاسفنجي، والاسفنجي ده بيدخل على بروسيس تانية حاجة اسمها البلت. البلت ده بقى مدخل الانتاج او المادة الخام بتاعتنا احنا في الدرفلة، وابدأ ادرفل الحديد، والدرفلة ده علم كبير قوي يعني. فاحنا في صناعة الحديد نعتبر يعني واخدين اخر بروسيس، اللي هي انت بتجيب المادة الخام اللي هي البلت، وبعدين تسخنها، وبعد كده تبدأ تدرفلها، يعني بتطلعها بأشكال مختلفة ومقاسات مختلفة حسب احتياجات السوق المصري. وده بيخلينا عندنا فيجن، ما كل شركة بتقوم بيبقى ليها فيجن وليها ميشن. الفيجن بتاعتنا احنا ان احنا نتوسع افقيا، فبدل ما احنا بنشتري البلت من مصانع اخرى سواء جوه مصر او بره مصر، لا عندنا ان شاء الله احنا بدأنا النهاردة بخط الدرفلة، نفسنا بقى ان احنا بكرة نكبر برضو ويكون عندنا خط ايضا صهر، فابدأ ان انا اخد الخردة احولها البلت، فابدأ اكون مصنع شبه متكامل، ومن ثم تكون متكامل، لان احنا تقريبا عندنا كنز كبير جدا يعني يبعد هنا عن المصنع مسافة ليست بعيدة، وادي كريم مكان المحاجر في مصر فيها كتير قوي من الاحجار اللي فيها حديد الايرون اور يعني كمادة خام. بس طبعا ده يعني الناس لما بتسمع الكلمة دي بتتخيل ان استخراجها سهل، لا هو مكلف جدا فوق ما الناس تتخيل، وبيحتاج استثمارات بارقام يعني كبيرة 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 جدا. اذا كان خط الدرفالة النهاردة اللي احنا بنتكلم عليه ده، وده يعتبر اصغر حاجة تستثمرها في مصانع حديد، عشان تعمل مصنع درفالة عايز لك 40-50 مليون دولار. فمتخيل بقى عشان تجيب حاجة من المكورات الى ان توصلها الى بلت انت محتاج تصرف قد ايه؟ قد الرقم ده يمكن 10 مرات. يعني احنا بنتكلم في مشاريع عشان تبدأ من حجر الحديدي، انت بتتكلم في مشاريع ب 600 مليون دولار و 700 مليون دولار ارقام، عشان تبدأ من الحجر الحديدي وتصل نزولا بالثلاثة اربعة بروسيس دول عايز استثمارات 600-700 مليون دولار. لا دي محتاجة ناس اولا يعني مش بس ملاءة مالية، ان يكون عندهم كمان خبرات كبيرة جدا في هذا المجال عشان يقدر انه يعمل حاجة زي كده. باشمهندس احمد سمير، يعني صناعة الحديد عموما متمركزة دائما في القاهرة والوجه البحري، يعني اقامة مصنع في قلب الصعيد في جنوب الصعيد تحديدا مدينة قفط منطقة صناعية يعني لم يأتي من فراغ، وبالتالي هناك جهود يعني ملموسة عملت على نجاح هذه المنظومة، منظومة تشجيع الاستثمار الصناعي هنا في هذه المنطقة. اي تنمية بتحصل، اي مشروع بيحصل، او اي حلم بيبقى عند انسان بيبقى وراه احساس بألم. احنا بنقول الحاجة ام الاختراع، ما كانش في مصانع في الصعيد. طيب وهو انا يعني عشان تعمل مصنع في الصعيد، الصعيد لازم يطوره وينميه اهله، وهنا نقول بقى مين صاحب الفكرة. ما هو صاحب الفكرة احد ابناء قنا، يعني راجل كده اسمه الحاج مدسر، هو فكر كان بيشوف ان الناس بتعاني في احلال بيوتها من الحجر الطيني الى انهم عايزين يقلبوا حديد مسلح، عايزين يبيتوا بيوتهم بالمسلح من البنايات القديمة الى حديثة. فكان بيلاقي انه يعاني الناس بتعاني في ان هي تجد الحديد بسبب سعره الزايد، لانه طبعا هو بيجي هنا من القاهرة، فتكلفته بيعه هنا للمواطن في الصعيد اعلى من المواطن في القاهرة. وهنا هو شاف الناس بتعاني من شيء معين، وهنا بدأ يفكر احنا ليه ما نعملش مصنع حديد في هنا. فهي بداية الغيث قطرة، يعني اذا انت تحلم جميل اوكي، بس بقى لازم تقوم على الحلم وتشتغل عليه. وقعد حوالي 6-7 سنين شغال على الحلم ده، ثم جينا احنا بدأنا معاه بقى بعد 6-7 سنين، وبدأت الفكرة عنده 2011-2012 على ما اتذكر. وبعد كده خد له 3-4 سنين بيسافر تركيا وبيسافر الهند بيدور على النوهاو، الحاجة اللي ممكن تكون مناسبة للسوق المصري. واستلمنا الارض في 2017 او اخرها يعني تقريبا اكتوبر او نوفمبر، وبعدين حطينا اول حجر اساس في شهر 5 2018. فالنواة او البذرة لهذا المكان الحقيقية، نتكلم بذرة عمل، بذرة الفكرة بقى لها 7 سنين قبل بذرة العمل. قبل حجر الاساس ب7 سنين كان هذا الرجل يسعى ويجتهد الى انه يجد موديل، بزنس موديل يتناسب مع الصعيد ويتناسب مع اهل بيته، انه يقدر يعمل حاجة هنا
حتى ولو ببورتفوليو صغير من اجل ان هو يخفف من معاناه الناس في ان هم يلاقوا الحديد. وانا بقول انه بحجم الاستثمارات التي تحدث الان في قنا، احنا مش بنقول ان قنا جنوب الصعيد، لا، انا اعتقد انه في 2030 ستكون قنا هي عاصمه الصعيد لما يحدث فيها من طفره في كل المجالات وفي كل الصناعات، وليست صناعه بذاتها يعني. وكذلك لانه فيها محافظ حقيقه يعني هو، لا هو يد داعمه جدا للاستثمار ودايما بياخد حق يعني جنب المستثمر. يعني انا اكلم حضرتك، انا بس مش بتكلم ان انا شخص يعني مراقب عن بعد، لا لا، انا مشاهد الموضوع عن قرب، يعني لست مراقبا عن بعد وانما انا مشاهد عن قرب لما يحدث. احنا عندنا مثلا المحافظ بيعمل اجتماعات دوريه للمستثمرين كل شهر، وبيحدث ان مدير الاستثمار مثلا حد زي استاذ عبد الرحيم ده بيبدا يتواصل مع المستثمرين، فيكلمني انا احمد سمير مثلا، بكره عندك اجتماع مع سياده المحافظ، عندك مشاكل ايه؟ فمثلا اقول له عندي مشكله مثلا في الكهرباء، مثال يعني، مش احنا ما عندناش مشاكل الحمد لله دلوقتي، بس نقول مثال يعني، اقول له عندي مشكله مع الكهرباء، ايه المشكله اللي عندك؟ اقول له مشكله 1 2 3 4. تلاقي تاني يوم في الاجتماع حاضر الناس المسؤوله عن الكهرباء، فانا لما اتكلم واقول المشكله اللي عندي تلاقي المحافظ يستدعي الشخص المسؤول عنها في وقتها ويقول له ويضغط عليه يجبره انه اوجد لي حلول طبقا للوائح والقوانين اللي تساعد تحل مشكلته. ففكره ان الجهات الرقابيه او ان حتى الوزارات الاخرى تجد المحافظ، ونحن نعلم ان اي محافظ في مكانه هو ممثل لرئيس الجمهوريه في الحته دي. فانت النهارده لما تجد المحافظ فوق دماغ الراجل بتاع الكهرباء، او فوق دماغ الراجل بتاع الغاز، او فوق دماغ الراجل بتاع البنيه التحتيه، او فوق دماغ الراجل بتاع هيئه التنميه الصناعيه، فده طبعا بيقابلوه انه الموضوع بياخد اسرع من الوقت الطبيعي. فانا بشوف ان وجود الثقافه دي او المينتاليتي دي لو لم تكن موجوده برضو ما كانش هيصاحب هذا الانجاز. مهندس احمد سمير البري، يعني احنا النهارده بنتكلم عن تجربه رائده في المنطقه الصناعيه بقفط، وهذا يعني هذه الصناعات التي تستحق يعني ان نفخر بها بانها صنع بلاد. درفنه الحديد اهميته في الفتره الحاليه في توجه الدوله نحو الجمهوريه الجديده، في التوسع العمراني، في المدن الجديده، في المشروعات العملاقه، يعني الحديد ده طبعا يعني عصب هذه المشروعات، والصعيد بدا ينال حظه من هذه المشروعات، وجود صناعه الحديد هنا في الصعيد تسهم ايضا في انجاز مثل هذه المشروعات. طبعا احنا يعني حضرتك لو جيت تشوف احنا كل على خط النيل مثلا، من اول ما تيجي تبص على الخريطه كده من القاهره وانت نازل للصعيد، زي ما حضرتك تفضلت هتلاقي المنيا الجديده، اسيوط الجديده، سوهاج الجديده، انا الجديده، وانت نازل نفس القفه. طب كل هذه المدن الجديده يعني انفراستراكشر، يعني بنيه تحتيه، حضرتك يعني بتتكلم يعني مدارس، يعني عمارات، يعني فيلل، يعني كومباوندز. حضرتك النهارده سوهاج فيها كومباوندز، كومباوند سكني، حمامات سباحه ولاند سكيب ومش عارف ايه. طب كل ده هتجيب له حديد واسمنت ومواد بناء منين؟ لابد ده يكون مقابله وجود مصانع، لان لو المصانع دي مش موجوده وحضرتك عايز تنفذ هذه الرؤيه هتضطر ان انت تستورد. واحنا قد ايه شفنا ان السنتين اللي فاتوا المعاناه في الحصول على العمله الصعبه كان شيء خلي في حدوث عدم استقرار في السوق المصري. النهارده لما بتيجي تاخد عرض سعر من اي حد بيبيع لك حاجه خاصه بمواد البناء تلاقيه يقول لك عرض السعر ده 3 ساعات. 3 ساعات؟ ايوه، يعني لو جيت لي كمان 3 ساعات السعر متغير. طب ما عدم استقرار هذا السوق لن يؤدي الى وجود تنميه، ده هيموت فكره التنميه. عشان كده النهارده لما المشكله دي اتحلت الحمد لله رب العالمين، انا شايف ان وجود بقى مصانع، احنا عايزين في بعض الصناعات
نقلل من استيرادها، وعايزين في بعض الصناعات الاخرى نمتنع عن الاستيراد تماما. يعني اذا كان في حاجات او صناعات نستطيع ان احنا نعملها احلال كامل بديل محلي، بس برضو ما تكونش استثمارات اكبر مننا. يعني ما تجيش مثلا تقول لي احنا بنفكر ان احنا نعمل في مصر، لا، موضوع صعب مش سهل. انما تعالى كلمني ان انت عايز تعمل مصانع حديد في مصر، كلمني ان انا عايز تعمل مصانع اسمنت في مصر، كلمني ان انت عايز تشتغل عن حاجه اسمها الرمله الزجاجيه، كلمني عن الهيدروجين والوقود البديل والكلام ده كله، كلمني عن مصانع التكرير، كلمني عن مصانع الريسايكلينج واعاده التدوير والكلام الجميل ده كله. دي حاجات نستطيع ان احنا نحلها بشكل او باخر. فانا فكره النهارده انك تقول لي انه لا، في صناعات زي ما قلنا دي بقى عايزين نعمل لها احلال كامل، وفي صناعات اخرى اللي احنا ما عندناش بقى المنتج البديل بتاعها 100% دي عايزين نقلل من عشان نقلل الضغط شويه على سعر الدولار، وبالتالي نقلل الطلب على الدولار، فبالتالي سعر الدولار يعني يستقر وما يحصلوش تذبذب زي الفتره اللي فاتت. الحديد هل تعتبر من الصناعات التي تحتاج إلى مكونات مستوى يعني يدخل فيها الاستيراد، ولا تعتبر صناعة محلية 100%؟ والله السؤال ده شائك جدا، لأن السؤال ده ليه حقيقة إجابتين. إجابة نقدر نقولها بشكل عام أنه مصر ما عندهاش ما يكفيها من المصانع اللي بتعمل المادة الخام اللي هي البلد، ولكن دي الإجابة الرسمية اللي المفروض نقولها. ولكن يوجد بعض المصانع، المصانع دي يمكن وضعها مش مقنن 100% وبتعمل المادة الخام دي، ونظرا لأن الدولة قافلة طبعا في بعض الرخص، الدولة مش فاتحة فيها التداول حاليا يعني ان انت تستخدمها وكده، فالناس دي شغالة بشكل يعني مش قانوني 100%. فالناس دي لو تقنن وضعها بقى قانوني 100%، لا، مصر هيكون فيها اكتفاء من المادة الخام جوه مصر، بل ان المصانع دي هيكون عليها رقابة جودة اكثر، فهتطلع منتج محلي ذو جودة افضل من الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. لان مصانع الحديد البلت زي ما قلت لحضرتك، البلت اللي بتصنعه المصانع الرسمية اللي في مصر ما يغطيش غير 40% او 45% من احتياج مصر من الدرفلة. طيب ال 55% مصر بتجيبهم منين؟ اما انها تستوردهم، طب لما الاستيراد وقف نظرا لعدم وجود ماده عمله صعبه، لا، بقى في مصانع وضعها ليس قانوني 100%، محتاجه تقنن وضعها طبعا، بتحاول انها تطلع الماده الخام دي عشان تغطي الفجوه بتاعت الاحتياج، وبتديها للمصانع، وطبعا المصانع هي اللي بتراقب على الجوده بتاعت الحاجه دي. لكن انا شايف ان الناس دي لو اتفتحت لهم الرخص وتقنن وضعهم، لان هم قائمين، ده مصنع لو خد رخصه اللي هي ورقه A4 بكره الصبح هتقدر ان انت تحط عليه رقابه وتحط عليه جوده، رقابه جوده يعني، والسيرفيس كواليتي والكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس، يبقى حاجات مهمه جدا. وبالتالي هتوصل لمرحله ان بقى خلاص ماده، حاجه زي الماده الخام اللي انت كنت بتستوردها منذ اكثر من يعني خلينا نتكلم من سنتين ثلاثه وما قبل ذلك، بقالك 30 35 سنه بتستورد البلت. النهارده انا بقول لحضرتك المصانع اللي موجوده في مصر ممكن توصلك الى مرحله ان انت ما تجيبش حته بلت من بره مصر، وبالتالي يكون هذا المنتج صناعه مصريه خالصه 100%. لانه انت دايما بتجيب الخرده من مصر، تبدا ان انت تصهرها، تطلع الماده الخام اللي هي البلت، وبالتالي تاخد البلت تدرفله وتسخنه وتدرفله وتطلع منتج. فانت مش بس صناعه مصريه، انت بتتكلم صنع بلادي. انا افتخر ان انا اقول لك ان احنا عندنا في المصنع هنا قطع غيار وحاجات كتيره هنا مش بس ميد ان ايجيبت ولا صنع بلادي، دي ميد ان قنا.
في ختام هذه الحلقة نشكركم أعزائنا المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.